السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز وين يواصل للإبداع ويلقي الإجماع. رياض محرز بعد يعني كأس العالم كما كنا نحضروا فيها من قبل، قلت لكم بعد كأس العالم وعنده عامل غادي يقوم به، يعني يستغل عدم التأهل، يعني غادي يستغل مع السيف السيتي، يعني في هدوء يخدم في هدوء بدون ضغوطات وغادي ينطلق. وشاهدنا ودائما باش يكون في عندكم رياض محرز دائما، وتكون الانطلاقه تاعو القويه كاع القويه في الروتور، يقلع في الروتور موت. هاي ديازال يحمى في الخف، محرز بروحو يبغي يدفي الغاشي في الاستاد، يبغي خاشني، يبغي الناس مطلعه هنايا الشعر شويه يبان، هذا مكان القدام برك. ويساهم الدولي الجزائري رياض محرز في فوز فريقه مانشستر سيتي امام فولهامبتون بنتيجه 3 أهداف لصفر في المباراه التي جمعت بينهما امس الاحد ظل المرحله الجوله 21 من مسابقه الدور الانجليزي الممتاز. بنت على بالك البنت الثالث الثالث كان قادر يماركيها نورمال. حتى البنت الاول يعني مفتاحيه جات من عنده تما، غي باصاها لديبرين، ديبرين دار روتري الاخر لقاها براسه. حتى البنت الاول مفتاحيه جات من عنده من عند محرز. الكونترول قدم شويه بروفوكا، انا قلت لكم كيفاش يخدم محرز. محرز يروح يبروفوكي الجوار، يبروفوكي الجوار الديفونسير، يروح يبروفوكي هو يروح عنده. شا غادي يجي غادي بالك شتو مين كذب البوله، روح تشوفها مين دار الكونترول تاعو قدم جاوه زوج، الثالث يقاره، يعني ولات عنده خيارات. جا ديبرين حذاه عملتها ديبرين روتري الاخر حط راسه برك، طلع حط راسه هولندا. وشاهدنا البنت الثالث كان قادر ذكاء تاع رياض محرز، يعني وين قرا المد قرا افتح الحارس باش يمد البوله ومن بعد اداها، عاود اداها كان قادر يماركي، يعني قدم بها مدها مام هولندا ولا يقول لهم هو ولا يقول للشعب هو هذيا. ومحرز راه يحوس على محرز يحوس على تحطيم الرقم القياسي تاع دروغبا، على ذيك دار الاسيست الاهداف، يعني يا ياوي مركي بصح دار اسيست، يعني باش نحسب عليه اسيست باش نحسب عليه. كان راهو راه دروكا عنده راه باسيست وحده برك دروغبا، غادي في الماتش الزاو الثالث يكمل معاه، عنده 2 ماتش 3 ماتش يكون فات. وساهم الدولي الجزائري رياض محرز في فوز فريقه مانشستر سيتي امام فولهامبتون بنتيجه 3 أهداف لصفر في مباراه التي جمعت بينهما امس الاحد ضمن الجوله 21 من مسابقه الدور الانجليزي الممتاز. وخاض محرز اللقاء اساسي كما جرت لعب 81 دقيقه، يعني بعد ما ضمنوا النتيجه، كي ضمنوا النتيجه خرجوا كاع، خرج الاولى هولندا، خرج في الدقيقه 61 الدقيقة 61 خرج كاع خرجوا تما. وخاض المحرز لقاء أساسي كما جرت العادة في الجولة الأخيرة، وقدم مستويات رائعة طيلة الدقائق التي شارك فيها، كما منح تمريرة حاسمة سجل منها هولندا الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 54 بعد أن قطع كرة بذكاء ومرر لهولندا المنفرد ليضعها بكل سهولة في شباك الذئاب. وكان محرز قريب من تسجيل من جديد في مواجهة فولهامبتون، لكن الهدف الرابع الذي سجله لصالح مانشستر سيتي عند الدقيقة 65 ألغي بداعي التسلل، هي شوية في ونال قائد الخط رابع أعلى تقييم في المباراة حسب موقع أوردرسكورد، وتم منحه علامة 7/5 نظر لمردود الكبير الذي قدمه، وخاصة إسهامه الواضح في حصد السيتي للنقاط الثلاثة وقيادته لتحقيق ثلاثية كاملة في قلعة الاتحاد. ومن جهة شارك اللاعب الجزائري رايان أيت نوري بديل بداية من الدقيقة 81، أين دخل أرضية الميدان مكان زميله
يعني بوريو وبوريو، لكن ذلك لم يغير في النتيجة فيما تحصل على تنقيط 6.1 حسب موقع روتاسكوت، ونجح مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى رفع رصيده نحو 45 نقطة في المركز الثاني بفرق نقطتين خلف المتصدر أرسنال. وكاين بحصاي قلت لك خمسة وخمس خمس نقاط، خمس نقاط ماشي نقطتين، خمس نقاط على ذيك. هما كيربحو صايك، هو كيربح وين يبقى، وخاصة وين مانشستر يونايتد يعني الذي أضاع تعادل، يعني تعادل كان في تعادل كانت رايحة وين كانوا دو مع أرسنال، يعني وراحت لهم في الساو كيما نقولوا في الأنفاس الأخيرة. هذه هي ماشي سهلة. رياض محرز يبقى لعاب لي قدم الكثير والكثير، يعني وين تساهم كبير بينو أرسنال، يعني وين فانك ما ننساوش أرسنال وين من 2004 ما داش الشامبيونا، شو لي زيكيب كي دايرين اولا عمي من 2004 ما قدمش دائما، وين كان شويه ماشي سهله. ويرى رياض محرز وهولاند لاعب مانشستر سيتي ان زميلهما ايكاي يعني يمكنه خلافه بيب غوارديولا في تدريب الفريق حين ينتهي مشواره الكروي. ورد محرز على سؤالي حول اللاعب الذي يمكنه تدريب السيتي في المستقبل قائلا يعني ايكاي بكل تاكيد، واضاف أورون في مقطع مصور بالنسبة لي 100% بلا أدنى شك. وعاد الجزيري يقول ربما يستطيع يعني دوبرين ذلك أيضا، وحين طلب من محرز اختيار ميزة من أحد زملائه لاكتسابهما اختار قوة هولاند، بينما اختار الشاب النرويجي هولاند اللمسة الأولى للكرة من محرز. كما وعد اللاعب لايستر سيتي السابق بأداء رخصة خاصة في حال تتويج بالدور أبطال أوروبا، ولم يسبق لمانشستر سيتي التتويج بدوري أبطال من قبل، يعني فقد خسر الفريق السماوي اللقب موسم 2020-2021 على يد تشيلسي بخسارة هدف لصفر في النهائي. يعني المهم نقولوا بلي ماشي ما غاديش تكون سهلة، ما غاديش تكون سهلة بصح. يا مام الشامبيونز ليغ ماهي سهلة، مام الشامبيونا البرومي ليغ فريق ماهي سهلة. شوف وين أرسنال، ما طلعش أرسنال بعد الفوز تاعو البارح تاع 3-2، يعني ماشي سهلة. مازال هي مازال بصح ماشي سهلة، لي زاكسيدون تصيب بصح ما نعرف. أنا ماذا بينا محرز يعاود يولي يديها سورتو لا تاع الشامبيونا الشامبيونز ليغ، ولا يمكن غادي يدي تشامبيونز ليغ. يعني هما بروحهم دايم فيزين هولاند، هذا قلت هولاند محرز دوبرين هذا محرز غوارديولا، هذو كاع يحوسوا على تشامبيونز ليغ، هذو كاع راهم يحوسوا على تشامبيونز ليغ. يعني ما يعني هذ اللعابه الالقاب راهم داو لاعبين كوب دي موند، محرز فريق لاعب كوب دي موند، يعني هذو كاع راهم يحوسوا على تشامبيونز ليغ. يعني من ماشي ماهي سهله باش نقولوا بلي ما يدو، ماهي سهله وسهله يمكن يدوها فانيك، حيت مازال لعب مازال يفوتوا كاردو فينال دوزيام تور كاردو فينال دومي فينال فينال، مازال لعب مازال عندهم الي روتور 1 2 3 4 5 6 7 مازالهم 7 تاع لي ماتش في الشامبيونز ليغا. هذه هي المهم. حنا دروك نشوفوا بلي المنتخب النادي تاع مانشستر سيتي راه في الطريق، يعني وين مطارده شرسه، يعني مطارده ماشي زعقه، مطارده تخلى على روحك تغلط. ها الشامبيونه كي دايره الشامبيونه، تغلط تخلص، تغلط بلط ما كاش زعقه والو، تغلط روحت. ها الشامبيونه مليحه، يعني كاع العام تجري وتشوف موراك كي تذيب، لازم تجري وتشوف ماشي سهله. المهم حنايا دروك نتمناو انا في طور رياض محرز، هذا مكان انا في طور رياض محرز.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.